В этом видео выучим новое слово и разберем его в предложениях. Слово муджаррад. переводится как всего лишь или иногда переводится как лишенный. Давайте разберем это слово в предложениях. муджарраду тафахатин ва ما يقوله مجرد تفاهات وأكاذيب. ما يقوله مجرد تفاهات وأكاذيب. تشتان جواريد بروستتشوش إلار. ما يقوله مجرد تفاهات وأكاذيب. ما يقوله مجرد تفاهات واكاذيب هذا مجرد رسم توضيحي للموقع هذا مجرد رسم توضيحي للموقع هذا مجرد رسم توضيحي للموقع Это <applause> просто هذا مجرد رسم توضيحي للموقع. هذا مجرد رسم توضيحي للموقع. لما أنت خائف؟ إنه مجرد كلب صغير. لما أنت خائف؟ إنه مجرد كلب صغير لم أنت خائف إنه مجرد كلب صغير это всего лишь سباجك لم أنت خائف إنه مجرد كلب صغير لم أنت خائف؟ إنه مجرد كلب صغير. لا يمكن رؤية هذا بالعين المجردة. لا يمكن رؤية هذا بالعين المجردة. لا يمكن رؤيه هذا بالعين المجرده. это нельзя увидеть невооружённым глазом. لا يمكن رؤيه هذا بالعين المجرده. لا يمكن رؤيه هذا بالعين المجرده. هو مجرد من حقه في التصويت هو مجرد من حقه في التصويت هو مجرد من حقه في التصويت Он лишен права هو مجرد من حقه في التصويت На этом все. Теперь попробуйте сами составить предложение, используя это слово. А также напишите в комментариях, какие слова вы бы хотели разобрать в этой рубрике вместе с шамуса. До новых встреч!